ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بالرباط اجتماعا وزاريا حول تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ووجه رئيس الحكومة تعليماته للوزراء بضرورة الإسراع في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية راميد قبل ما تم السنة، وأكد أن هذه الإجراءات ستمكن حاملي نظام راميد من تعزيز مكتسباتهم والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. لاسيونس مالاتي اوبليكاتوار ان شاء الله قبل اخر السنه كان اجتماع باش نشوفوا يعني المسائل اللي هي قانونيه وتدبيريه واوبيراسيونيل وماليه اللي كتحملها الحكومه باش توصل هذا البرنامج ان شاء الله، باش يكون تعزيز ديال المكتسبات ديال المستفيدين ديال الرميد، وكذلك الاصلاح ديال قطاع الصحه اللي هو بدا في الحركه ديالو باش يقدر يستقبل في السنوات يعني هذه السنوات المقبله في احسن الظروف، يعني الناس اللي غادي يكون عندهم الامكانيه باش يستافدوا من هذا الرميد. فهذا اجتماع ايجابي وان شاء الله يعني في الاجنده اللي قلنا اللي قال سيدنا غادي ان شاء الله نحاولوا من قبل من اخر السنه باش هاد لابوبيلاسيون اللي هي اليوم كاينه يعني في الرميد باش تدوز لاسيونس مالادي اوبليغاتوار. شكرا لكم.